هاي بلاك وهاي حفلة وهاي بريك. بسم الله الرحمن الرحيم، هل حتكون ليبية أم حتكون لبنانية في أول روم ما بين لبنان وما بين ليبيا، ما بين بلاك وبريك؟ أسماء متقاربة، حتى اسم الدول متقارب، لبنان ليبيا بريك بلاك، يعني كثير قريبين على بعض. والله العظيم أنا بخربت فيهم. عليكم السلام يا مصطفى. حفلة جيد. أنا في الروم، أنا في الروم. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله. في الروم الثانية أخي الكريم، اللي عم بيصير حرب عالمية سابعة، يعني إجاك أمينو وإجاك يمن، قال لك شكرا. بالله قلوب بالتعليقات يا إخوان، أسألكم بالله. طيب افتح صوت عن حفلة. عليكم أنت بس حفولة التكبيس. قال له إيه يا حفلة؟ قال له إيه اللاعب؟ لا أنا خليت بلاك يقول لي بريك إني روم فاصلة. أيوة روم فاصلة، أوكي. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله. 0-0 التعادل السلبي لحد هي الثانية. 9 دقائق، دقيقة كاملة مضت على الروم، ما شفنا أي تقدم، ما شفنا أي كلات، ما شفنا أي خطأ. يا الله البداية يا رب يا رب بطريقة بوكسلات. والله ذكي، والله ذكي، علمك. لا 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 تسعدينك ماشي يا كولاك شاد كلين. لا لا يمن أمينو ذكي، والله ذكي، مو ناقص كلا. لا 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 لعيب لعيب. لا 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 يا معلم مرفوض. يا تركز كده يا ترى، التركيز بيأدي الرومات على تركيز بلاك. بلاك يعني ليش ما بشله؟ صح فادي رومات، ليش ما بشله؟ ثاني بتشوفه ولكن ما رضي بوش. انت حيوانات، شو هذا؟ علي بالطلاق ما يصير. طبيعي مرة ثانية بالجريد ولا تنسى. خلاص طفيت طفيت تم يا اخوان. يا الله عدت 2-0. انا شايف انه لازم يلعب الذكاء. الله بابا 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 محاولة البرافير. ما هيل ما هيل مات مات كل اثر واحد الان على طريقة بريك ثانية. انا بتشوفه بس مو طبيعي الان، خلاص يستعجل يا التركيز، يحاول مرة ثانية بزريوووووووووووووو ولكن بلاك، ولكن بلاك بتدير الان بلاك. يعني بلاك حبيبي مطلوب منك تصوير في خات كام. نعاود الان ماتش كبير، ماتش تعدي منه ولكن الان بلاك ولكن بلاك وات كريبريك بزومب واحد فقط، زومب واحد فقط الان بني مسيرة ميدان مو طبيعية. استعدتين الان يعوض كريبريك ترك لسه. يا الله يا بريك، يا الله يا بريك، بزومب واحد بيخلص كل شيء ولكن تعاد مرة ثانية. 3-2 3-2. هل تعقل مرة ثانية من جديد على ذي اللعبة؟ يقت هذا اللاعب اللبناني ولكن لسه كالعادة بتشوف ماتش كبير، ماتش كبير عريق ما بين الطرفين الأول والثاني الآن، ولا احتياط واجب في هذه اللعبة. ممكن يرجع مرة ثانية، بريك بياخذ حذره الآن. أي نفس أي غلطة ممكن تكون شي جي. 4-2 أم تكون 3-3 الآن. مرة ثانية على طريقة هذا الشاب العملاق أتت، ممكن كلاية سريعة. يا سلام يا سلام يا سلام لك لسه الان 3-2. ممكن مره ثانيه ماتش كبير للامانه، ولكن هناك في توتر كبير من التيمين. لسه حتى الان بتشوف اللي يكسب كلها يا اخوان بيمشي، اللي بيكسب كلها بيمشي. انا اوبن، انا اوبن. منيح ما دمجك والله، لو مدمجك كان بش عليه والله. للامانه بنشوف اللي بياخذ كلها تقدم. خلاص يا اخوان ما بيدي فرصه خلاص بيمشي. 3-2 بلاك الان فارق كلاية 4 دقائق بهذه الروم، الروم النهائي الان ما بين الطرفين. ممكن خلاص نقول الرومات. يا سلام يا بريك، محاولة دمج كبيرة ولكن يستغلها حتى حد ثاني. بلاك يبتص اللعبة مرة ثانية من جديد، يبتص الكلاب بذكاء، يلعب بتركيز، يلعب بكل شيء. تأتي مرة ثانية من جديد 4-2 الآن. الانتفاضة التي تحدث الآن بهذا الميدان في 3 دقائق أمام الكل، الجميع يساعد نفس نهائي. ولكن اللعبة تعقل مرة ثانية. بريك الآن، بريك الآن، بريك الآن، يأتي مرة ثانية 4-3. ولكن هاتفك بصرة، اثنين انفعاليين، اثنين هكرا رقم لدي، اطلب لي تصوير من الاثنين. للامانه كفرات في كلات سريعه، بنشوف لعب مو طبيعي. الروم النهائيه في هذا الماتش الاول مو الماتش الثاني يا اخوان. 4-3 وحضر ثاني. بلاك والله ضربه دقيقتين دقيقتين و20 ثانيه. يا عمري يا بريك، بس ما العبك
علي بالطلاق انك اقوى لاعب بتاريخ التاريخ. يسعد مرت خالته على اعتبار ثاني بتشوفه ما بين بريك وبتشوفه ما بين بلاك. الان التركيز الافضل يكبر على طريقه لاعب لان كل سريع الان في هذه المنطقه. الان ياتي بلاك لتحيز على هذه الكلمه مره ثانيه وبريك في جهوده المباشر الان على طريقه بلاك. تشوفه مره ثانيه بجريد 7 مليون. شوفها رحت بحثت 7 مليون ليبي منتظرين فوز بريك. كل الليبيين قاعدين عم يشجعوا بريك. اشوف اللبنانيين كم دقيقه بدي اشوف اللبنانيين. للامانه بتشوف ماتش مو طبيعي، للامانه بتشوف ماتش مو طبيعي، ولكن مره ثانيه بجريد هذا بريك الليبي، هذا بريك الليبي اللي بيحاول الان الماتش المو طبيعي، هذا الكل وعمر ثانيه لسه كان 20 مليون تتسكن 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 في الدقيقه الاخيره. يا الله فم عاز يا الله فم عاز يا الله فم عاز يا الله فم عاز خمسة أربعة يا الله تتسف الزريد خلونا رجع مرة ثانية بالزريد. يا الله على اللعب خمسة أربعة رجع مرة ثانية يا الله على اللعب. لا يا إخوان مستحيل بلاك يضحي بالروم مستحيل بلاك يضحي بالروم مستحيل بلاك يضحي بالروم. الرد السريع من بلاك الآن 40 ثانية خمسة خمسة يا الله خمسة خمسة بتشوفهم في ماتش عريق ماتش نهائي بحكي كلها 30 ثانية تاني 30 ثانية تاني 30 ثانية ممكن كل ممكن ماتش ممكن كل ودع بريك عد عد للأمانة بريك عد عد بريك مش هيطلع خالص. ليش ما طلع بريك؟ بلو تيم فيكتوري الو بريك نفس الكفر بنفس الكفر اكثر من 40 ثانية ضل الو 40 لا 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 بلاك بيتحرك بلاك بيتحرك بلاك بيتحرك بلاك راح لورا ورجع لقدام ولف راح لورا لورا القطار جنب هي القطار يعني في حاجة في حاجة والله فيها ناقص كل والله فيها ناقص كل اعطيني بلاك انت بس دقيقة ترى انت ضليت ورا هذا الكفر فوق 30 ثانية ناقص كل يا 40 ثانية هو ورا كفر هو نفس الشيء لا هو غير مكانه تحرك تعال ديسكورد اذا بدك تشوف لسه ما بدا الروم صلوا على النبي احسن ما تكتب صوت اكتب صلاة على النبي اللهم صل على سيدنا محمد. حبيبي سلايدر تسمعني سامع حبيب زومبي انت قائد كلان الاس اس تي وعلى عيننا وراسنا عشان ما يكون في ظلم اتفضل احكي شو برايك انا كزومبي كمنظم كان لازم اعمل سلايدر انت على العين والراس والراس هو على الراس يا شباب سلايدر على الراس كلياتنا نعرف انت على الراس لا لا دقيقة المهم فشو كان لازم نعمل يا حبيبي يا سلايدر نعيد الروم هيك حد مناسب والله صراحة الاثنين سردوا وكل الاثنين سردوا يعني نعيد الروم كان افضل حل نحن اخذناه نعيد الروم افضل حل والله طيب. بسم الله الرحمن الرحيم توكلنا على الله اعادة للروم رسميا حفلة جاهز بسم الله الاس اس تي سلايدر لا سلايدر مين الاس اس تي بلاك جيت لك على لا والاس اس تي بريك في نهائي ولكن يعني يا اخوان انا بالنسبه لي اقسم بالله يعني ما طبيعي الرومين تعادل ورا بعض اسمح لي اسمح لي اسمح لي يا حصان تيم ماتش ليتس جو صفر صفر شو عم تكتبوا لي صوت 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 شو بالصوت على على ما اعتقد يا زومبي فين الان نعاود مره ثانيه بالجريد ماتش كبير يراوغ الان ما بين بلاك وما بين بريك لاعب كبير كذا يا صاحبي بلاك 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 ايه يا عمري يا بري بلا شو هذا خوسته حمرة لك أمة النبي يا شباب طلع عليه بس شافوا لبريك راحت الخوزة واعتقد انا قلت في دولتين يلعبوا سوريا بلاك ليبيا صح المرة دي بقول لكم بلاك يكسب بلاك شو بتقولوا يا اخوان بالتعليقات هل بلاك ليبيا او لبنان راح تكسب اكتبوا لي بالتعليقات بريك او بلاك غلطة كبيرة شو هالغلطة لا 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 يا الله تعود مرة ثانية الكونسيب الآن تعدي بلاك مرة ثانية يحاول بنفس الكلات ونفس الطريقة اللي زابها بريك بالروبات السابقة بلاك بيعدلها لك يا ركلس يا الله أوه أم حاجة خلاص خلاص كلاية الآن من صفر بتاريخ ببجي ولكن يا الله عدت فاتت عدت فاتت ممكن الآن بالله تكبيس يا اخوان بالله عليكم بدي اشوف بعد هالرون تكبيسنا مليون والله مقصرين بالتكبيس اقسم بالله مقصرين هي ثالث رون وين التكبيس يا طيبين كبسوا على الشاشة يا اخوان كل واحد 100 تكبيسة بس اقل منا بالله كبسوا نرى الآن ثواني يا اخوان حفلة
دينك بلعبك دومبي بس استلم التعليق بس هون. الماتش صعب 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 حرفيا وبلاك الماتش ده انا كنت واثق انه هيعمل اداء قوي جدا ولكن فتاك بس كبير عليك يا سلام والله حفله شكله كلامه كان يعني متعامل مع ليلى عبد اللطيف يا شباب هذا حفله بتنصيب على 4-1 يا يا بريك السلام هاشلع البنطلون يعني شو هالكل قاعد عم بتحارب حبيبي هي عم بتحارب فيها انت ما بصير تعطيها كل بين الطرفين لو تاخذ بالك يا زومبي اللعب ما بين الطرفين يعني اللي بيبيك تبيكة يا زومبي اللي بيبيك تبيكة خلاص كل تبيكة واحدة وان كل تبيكة واحدة بس كلان واحد انه صح ايبو نهائي البطولة بين لبنان وليبيا وصدفت انه الاثنين بكلان سلايدر طبعا سلايدر جامع اقوى اللاعبين بكلان عرفت فالاثنين من نفس الكلان يا فاتح في سيارة بكل مغطب على راس يا ولد يا اخي شو هاللبلاد هذا يا ولد يا ولد يا عمري يا بلاد ولك يا عمري يا بلاد يسعد دينك ما لعبك خلاص 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 شو هذا يا سلام كل ولا كل لسه خلينا نبيعه مره ثانيه شكله جي جي خلاص سبعة هل حتكون 8-2 يا حفلات حتكون 7-3 والله 7-3 والله 7-3 فيها ريمونتادا 3 دقائق 4 كلات ما حنعرف شو حيصير بالروم حنشوف بريك صحيح بريك اتوقع متوتر مو شوي كثير كمان كثير متوتر ولكن نعود مره ثانيه 7-3 الان على هذا السب العملاق اللي بنحاول فيه كالعاده ماتش كبير يراقص مره ثانيه عدت من بريك ردت فعل عدت من بريك ماتش كبير الان في هذا النهائي يا ولد يا ولد يا بلاك والله 8-3 اتوقع نهاها ولكن علق عليه دقيقتين ونص يا حفله ممكن ريمونتادا 5 كلات مو صعبه عبري هي 1-2 اذا هذا الروم ما خلص في ديفندر وفي حومي لسه يعني لسه بريك يحاول لا ولكن لا 8-4 يا ولد يا بريك 8-4 ريمونتادا معقوله بشكل كبير 4 كلات دقيقتين و20 ثانيه ترى ممكن مو مستحيل بريك اللي بيحاول ثلاثتين مو بعيدة على بريك لو جاب كلات ثانيه مو بعيده يتقدم مره ثانيه بزريد مش يعدي غباب الكل ولكن لسه كالعاده شكله جي جي عدت الان هاي كلوكم انا ركب لك خلاص يا شباب شو هالبلاك مشان الله ما بيضيع طلقه ما بيضيع طلقه الان تعدي الان خلاص انا ما فيها كلمات 9-4 بماتش كبير خلاص نقول جي جي يسعد دينك يا بريك ولك يسعد دينك فيها ريمونتادا 4 كلات مو بعيد عليك دقيقه ونص ركز ممكن اذا جاب كل واحد بس عليك فانت تخسر دير بالك كداية الآن تعدي من هذا السوبر عملاق ممكن مرة ثانية ولكن لسه الآن خلاص يا عمري يا بريك هل حيكون ريمونتادا حفلة؟ والله يا اخوان لو يعمل ريمونتادا والله لو يعمل ريمونتادا 10 ثواني 3 كلات والله ممكن بريك مسك بيز على بلاك مرة ثانية لو جاب بلاك كلاية خلاص انتهت ولكن لسه بريك بيحاول مرة ثانية دقيقة 60 ثانية بأراضي كل بيا يا لكن ما فيها بلاك يا عمري ما العبها عاود مرة ثانية الان في امل على طريقة هذا السوبر العمل لسه في امل لباقي التيم الليبي في ديفندر وفي حومي لسه ما خسرت ليبيا تمام تعدي الان ممكن بس هذا الروم انتهى الصراحه صعبه بصراحه يعني انا شايف انها صعبه يو بص الدمج يا الله على الدمج شو عامل لي حبيبي شو هذا لك بصره يتعادلوا او يربح مستحيل بس السيد اللي موجود لو السيد موجود بس يدخل بس الديسكورد ديسكورد جدا ديسكورد يا بصره
blue team victory. يجيني بس ديسكورد سلايدر سريع. سلايدر. أنا مو شايف حدا. أنا بلاك مالي شايف حدا. جيبولي أقوى لاعب مالي شايف. يا عمري يا بلاك. والله أنك وحش. جيجي.